بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده الاكزامبل بتاع اخر حاجه احنا اخدناها. ف هعمل فيه حاجه بسيطه جدا اوضحها، هعملها في ملف تاني عشان ما ابوظش الملف ده. انا دلوقتي فتحت الفايل عادي فور رايتنج، تمام، وقلت فايل دوت رايت بسم الله. طبعا المفروض ان هي مش بتابند، يعني مش لاقي بسم الله فوق بسم الله دلوقتي، مش هيحصل. انا لاقي بسم الله واحده، يعني مره واحده بتتقال، كل مره اكنه بيكريت الفايل وبيمسحه وبيكتبه من اول جديد، يعني بيريبليس الفايل. لو حبينا نشوف ده، لو انا جيت عملت كده، انا عايز ارن اكزامبل 6. انا عايز 6. تمام، طبعا هو معناه ان هو عامل لي كده، ممكن يكون فيه ايرور ولا حاجه. طيب هو ما فيهاش مشكله. طيب رن، سوري انا دوست على حاجه، اقول له رن، مش عايز ديباج ولا حاجه، ستوب اند رن. قال لي فايل كرييتد سكسسفول. لو دخلت على فايل 2 هو ما فيهوش غير نفس الكلمه، ما اتغيرتش، تمام. طيب لو جيت بعد ما فايل كرييتد سكسسفول قمت قال برنت وطبعت الفايل ذات نفسه. الفايل ده اوبجكت دلوقتي، هو بقى الممثل الكامل للفايل الحقيقي الواقعي اللي موجود عندك على الهارد ديسك، هو بقى ده الاوبجكت بتاعه. لو جينا جربنا كده هتلاقي ان هو طبع لك ايه؟ ان هو جاي من اي او، هو اصلا في الاساس اوبجكت اسمه تكست اي او رابر، خلاص؟ وقال لي ان النيم فايل 2.txt، وقال لي المود دبليو، بس زود لي قال لي الانكودنج سي بي مش عارف 65001. طبعا كل كلام مفهوم، ان ده الكلاس تكست اي او رابر وجاي من الموديول بتاع الاي او، مش اي مشكله، واسمه كذا، او طبعا لو في مسار هيحط لك مسار. والمود احنا فاهمين المود، الانكودنج بقى، الانكودنج 65000 وشويه. ده تقريبا خاص او مش تقريبا، هو تقريبا حاجه خاصه باللغه العربيه، لان احنا بنبقى مظبطين حاجات لغه عربيه في الاوبريتنج سيستم بتاعنا. الاوبريتنج سيستم بتاعنا، لان البايثون مظبوطه باي ديفولت تقرا الانكودنج بنظام الاوبريتنج سيستم اللي موجود. اللي مش فاهم يعني ايه انكودنج، احنا دلوقتي بنيجي نكتب في الكمبيوتر ده، طبعا الكمبيوتر كله في الاصل بيشتغل على 0 1 بس، يعني خلينا نفهم بس الفكره، 0 1 بس، فكل شيء احنا بنعمله بيتحول ل 0 1. فطبعا في موضوعات صعبه شويه، لكن خلينا نتكلم ببساطه. انا دلوقتي 0 1، انا عايز اقول A او B او C، ازاي تتمثل جوه الكمبيوتر رغم ان انا ما بعرفش اكتب غير 0 1. ففي نظام اسمه الانكودنج. الانكودنج ده يقول لك ايه؟ انا مثلا عايز اكتب حرف ال سمول، هديله كود مجموعه صفار وحاجه. عايز اكتب بي سمول، يبقى هديله كود عباره عن مجموعه صفار وحاجه. عايز اكتب سي، ويبدا يرتب، والعربي والانجليزي والصيني والارقام والكاركترز او السبيشال كاركتر زي الاستريسك، الكوما، الاند، مش عارف ايه. بيبدا يرتب كل الحروف ويبدا يعمل لها ايه؟ تنظيم معين بحيث تتسجل على الجهاز بالشكل ده، بحيث لما تتعرض يبقى فاهم الانكودنج ده نظامه ايه، وبناء بيعرض عليه صح. يعني ايه الانكودنج ده صح؟ نظامه ايه؟ يعني مثلا في السي بي 65001 ممكن تلاقي مثلا حرف الاف ليه اي دي، ليه صفار وحايد غير النظام تاني، مثلا الشهير طبعا UTF-8. UTF-8 ليه نظام معروف، وغيره كلهم ليهم انظمه معروفه، بس هو لما بيبقى فاهم ان الفايل ده مكتوب UTF-8 فبيبدا يقول لك لما يلاقي 000111 يبقى دي مثلا كذا، لما يلاقي كذا، فهو عمره ما هيلخبط. بالذات بقى الحكايه بتلخبط امتى؟ لما يكون حاجات بتخرج بره اللغه الانجليزيه، يعني عربي ممكن يضرب معاك في بعض الاحيان لو الجهاز مش متظبط عربي، صيني ممكن يضرب معاك في بعض الاحيان لو الجهاز مش مظبط صيني، الى اخره. طبعا طب لو انا عايز اظبط ان انا الانكودنج بتاعي UTF-8 على السن ده الاشهر، وده اللي بي بي بيقدر يغطي اللغه العربيه، وانا ما اعرفش البروجرام بتاعي اتحط على انه جاهز، فانا عايز اظبط لاي حاجه تشتغل عندي على اللغه العربيه. فطبعا انا لو كتبت هنا بالعربي، يعني قلت مثلا بسم الله مثلا هنا، عشان بس الفكره احنا اتكلمنا على العربي. لو جيت عملت رن على الاكزامبل 6 عادي، ورحت على فايل 2 هلاقي ان اتمسحت كلمه بسم الله اللي كانت بالانجليزي وبقت بالعربي، مفيش فيها مشكله خالص، لان الانكودنج ده بيدعم العربي اصلا، تمام؟ لكن انا عايز اظبط انكودنج معين، يبقى انا مطمن ان ده دايما بيدعم العربي ما عندوش مشكله. طبعا حصل ريبليس لان دي رايت مش ابنت. طيب هم جاي اعمل ايه؟ انا بس محتاج اوضح حاجه بسيطه، ان انا لو دخلت كده وقلت يو تي اف 8 تيبل، هلاقي ان تعالى نفتح مثلا التيبل ده، هلاقي ايه؟ هلاقي ان كل حرف ليه مقابل، خلينا في الديسيمال ده اللي هو 0 1 2 3 4 5 10 لغايه 10 اللي هو الارقام بتاعتنا احنا الطبيعيه دي، تمام؟ الارقام بتاعتنا احنا الطبيعيه. الزيرو مثلا بياخد النضله، ماشي، اللي هو الفاضي. تعال ناخد حاجات شهيره مثلا، السبيس 32، سيبك من الهكسا ديسيمال ده النظام السادس عشر. تعال مثلا الايه كابيتال واخد كام؟ 65. ال سمول واخد كام؟ 97، وهكذا. فهو مرتب، وبالطريقه دي كده ده التيبل الاسكي تيبل بتاع اليو تي اف 8، المنظر بتاعه. طبعا انت مش محتاج تحفظه ولا حاجه، انت محتاج تعرف ان في يعني تبديل ما بين او فكره الاصفار واحد. طبعا ال 65 دي او الصفر ده معروف ليه رقم معين بالاصفار واحد، الاربعه معروفه مثلا ليها رقم معين بالاصفار واحد، وهكذا. يعني مثلا لو انا عايز اقول اربعه يبقى كام؟ احنا عندنا 1 2 4 كده، خلاص 1 2 4 8 16، فالاربعه تاخد واحد وباقي الارقام هنا تاخد صفر مثلا. للي عارف يعني ايه 0 1، اللي مش عارف مش مشكله دلوقتي. لكن بس المهم ان هي دي الايه الفكره الاساسيه، لان كل شيء ليه ترقيم وليه ترتيب معين. فانا لو عايز اقول ان الفايل ده افتحوا لي انكودنج كذا، فبقوم جاي عامل كوما وعامل انكودنج بتساوي، واحدد انا هقول له يو تي اف داش 8، خلاص يبقى هو كده عرف ان هو يو تي اف 8، ماشي؟ كده الفايل ده هيتفتح وهيكريت بالنظام ده. طيب انا لو رحت مثلا قلت له شو ان اكسبلورر الفايل ده يعني، فده لو جيت فتحته بالنوت باد العاديه بتاعتنا اللي هي البيور الاساسيه بتاعت الاوبريتنج سيستم، مكتوب فيها كده. انا لو جيت عملت فايل سيف از، بلاقي ان الفايل ده انكودنج على يو تي اف 8، وارد الاقي اي حاجه من الحاجات اللي نازله عندي على الجهاز، ممكن يزيدوا او يقلوا على حسب الجهاز عندي شغال ازاي، تمام؟ طيب على العموم ادي الفايل بتاعي على يو تي اف 8 والشكل ده. وبكده اكون ضامن حتى لو البرنامج بتاعي اتحط في اي حته ثانيه هيبقى تبع اليو تي اف 8، ومش هيلخبط ولا يطلع لي علامات تعجب واستفهامات والفايل يضرب مني. هاخد بس اكزامبل بسيط اوضح فكره الانكودنج فيه يعني ببساطه، يعني هنحاول قدر الامكان ربنا يسهل. فاعمل سيف از كده واقوم جاي اقول له خلي ده اكزامبل 7، شيل الفايلز خالص. انا بس لتوضيح لفكره الانكودنج بعيد عن يعني هي عموما، طبعا مش لازم بس في الفايلز، يعني هي عموما كشغل يعني. انا لو جيت قلت قايل ايه، احنا مثلا اخدنا هنا ان ده مقابل عشان التمثيل يحصل، فقلت لهم عشان عايز اكتب ايه دي مقابلها كام؟ ايه سمول مقابلها 97، او خلينا في ايه كابيتال مثلا، الكابيتال مقابلها 65، ايه الكابيتال مقابلها كام؟ 65. قلت له ماشي، ممكن اقول له لو جيت قلت له اتشار دي سي اتش ار على طول، سي اتش ار دي بتاخد مني الكود وبترجع لي ما يماثله في اليو تي اف، فانا مثلا عندي ده 65 كابيتال، ماشي. يبقى انا قلت له ايه؟ لو قلت له 65 تعالى نبرنت مثلا، وجيت قلت له انا عايز ارن الكود ده برن اكزامبل 7، فقال لي ايه؟ يعني جاب لي ال 65 دي مقابلها مين؟ مقابلها لايه؟ طب لو انا حبيت اعمل العكس، لو حبيت اعمل العكس، العكس ليه فانكشن غير الكاركتر، الكاركتر بتاخد من الكود تجيب لك النص الاصلي، صح؟ في عندنا اورد تعمل العكس، يعني تاخد السترنج ترجع لك الايه؟ يعني مثلا اديتها الايه كابيتال المفروض ترجع لي 65 في الطباعه، قلت سيف وجيت قلت له من رن، قلت له رن زنبل 7 قال لي ده ال 65. فاهم الباك تمام، ده ال 65. وبالاسلوب ده كده بقدر اعرف اي حاجه والكود بتاعها. طبعا لو انا عايز اعرف، طيب لو انا عايز اعرف مثلا حاجه اطول من كده، يعني مثلا اجي كاتب مثلا ايه برنت، لان طبعا بتبقى تركيبه بعد كده، يعني انا جيت قلت اورد، قمت كاتب مثلا عادل، مثلا عادل دي كلمه مركبه يعني مش يعني كذا حرف، 4 حروف تمام. لو جيت رنيت هنا هيبدا ما يفهمش الفكره، لان انت هنا هو بيشتغل على حرف حرف، فلو انت حبيت تشتغل على دي هتضطر تعمل لوب على اساس ان ديت ليست، وتبدا هو الاوردر دي كل ترقيم او كل اوردر نمبر او كل حرف ترتيبه ايه في الايه؟ ترتيبه ايه في اليونيكود او الاسكي كود، اسف الاسكي كود واليو اف 8 وكده. وبالطريقه دي انا اقدر اتعرف على الايه؟ على الكود او العكس. طبعا العمليه دي برضو مهمه، انا قلت لكم كده، بس هي المفترض ممكن تفرق معانا كمان في التشفير، في الانكريبشن. ممكن اشفر واحول ارقام وارجع ارد وكلام زي كده، بتبقى ساعات مفيده والناس بتستخدمها يعني. طبعا هنا بيقول لي ان التايب ايرور دي ضربت في كلمه عادل، قال اورد اكسبكتد يعني متوقع، كاركتر يعني حرف واحد، but string of length 4 found. لكن انا لقيت ايه؟ ان في عندي string من 4 حروف، وده مش متوقع بالنسبه لل الفانكشن بتاعت مين؟ بتاعت اورد يعني. بس انا حبيت ايه؟ اوريكم. دي كان كده فكره، نبذه عن الفكره بتاعت الانكودنج واليو تي اف 8 شغاله ازاي، وازاي اجيب الكود وارجع للايه؟ لاصل النص. السلام عليكم ورحمه الله.